بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد الختان، عيد ختان ربنا يسوع المسيح، وكلنا نعرف أن الختان شريعة ربنا عطاها لإبراهيم، وكان وقتها عنده 99 سنة، وهو أول واحد اتختن في التاريخ، وختن ابنه إسماعيل وقتها كان عنده 13 سنة، وبعدها بسنة واحدة جاب إسحاق وختن إسحاق في اليوم الثامن، فإسحاق هو أول واحد اتختن في اليوم الثامن، وربنا قال له كده يوم الثامن تختن الصبي وتديله الاسم الجديد، وقال له إن ده عهد بيننا وبين بعض، عهد بيني وبينك وكل نسلك. ربنا اختار ان العهد ده يكون بالدم، لان الدم يشير للحياة، لان ربنا عايز يدينا حياة، والختان يكون في عضو الحياة اللي بينقل الحياة، فربنا عايز يدينا حياة جديدة تتنقل منه لينا. وايضا العضو دايما دم بيبقى مش مكشوف، علشان ربنا دايما أسراره لخائفيه، والعهود اللي بينه وبيننا عهود في القلب، عهود إيمان، عهود مش لازم تكون معروفة للناس. ولكن في العهد القديم برضه بدأ ربنا يلفت النظر عن طريق التعليم الروحي بتاع موسى النبي لمستوى آخر من الختان. وقتها موسى بيقول كده في سفر التثنية، هيجي وقت ربنا يختن قلبك. والختان إشارة، الختان ده عبارة عن إزالة لغلفة لحمية. القلب أحيانا يبقى عليه غلفة. طب ولما يختن القلب ربنا يعمل إيه؟ الإنسان يتحول لإيه؟ يقولك فتحب الرب إلهك من كل قلب. القلب أحيانا يبقى عليه غلفة، طبقة واثنين وثلاثة واربعة، من محبة العالم، من الانشغال، من الهم، من الكبرياء، من الشهوات اللي التصقت بيه فخلته كده معزول تماما عن ربنا، وبالتالي مش حاسس بربنا، فمش عارف يدوق حب ربنا. لما القلب يتختن يعني كل الطبقات دي تتشال، كل الغلفة دي تتشال، يبتدي الإنسان يحس بحب ربنا فيحب الرب إلهه من كل قلبه. عشان كده لما موسى هو بيوعظهم في سفر التثنية وقال له هيجي الوقت كده فيختن الرب قلبك فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. صعب إن الإنسان يحب ربنا هو قلبه أغلف مغلف بحاجات كتيرة ومشغول بحاجات كتيرة، صعب. هيحس ازاي؟ لازم يتختن. في العهد الجديد بقى الختان بتاعنا هو زي ما سمعنا دلوقتي في فيليبي، وزي ما سمعنا زي ما موجود في كولوسي 2، سمعنا في السنكسار، اتقالت في السنكسار النهاردة، في كولوسي 2 يقول ختان المسيح، بالمسيح ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية، فالمعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه. فالمعمودية هي الختان بتاعنا في العهد الجديد، تتشال الغلفة بتاعة الخطايا ويتغسل الإنسان من خطاياه، زي ما القديس حنانيا أسقف دمشق قال لبولس الرسول شاول الترسوسي، قال له لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. فده الختان بتاعنا في العهد الجديد، وامتداده في العمر كله، كل يوم وكل لحظة امتداده يبقى بالتوبة. بالتوبة تغسل الخطايا والإنسان يجدد العهد بتاعه.
العهد بتاعنا في العهد الجديد هو المعمودية، خلقة جديدة وحياة جديدة، ويبتدي الإنسان يتلامس مع محبة ربنا. وأحيانا الإنسان ما يصونش النعمة اللي هو فيها دي، ويروح يلوث نفسه في العالم. والكنيسة فتح لنا حضنها وتقول لنا تعالوا خدوا التحليل، تعالوا اعترفوا بالخطية واغتسلوا من خطاياكم عشان تعرفوا ترجعوا تاني تحبوا الرب إلهكم من كل قلبكم ومن كل فكركم. يا سلام الإنسان اللي محبة ربنا مهلت قلبه، قد إيه فرحان، قد إيه مش عارف يعبر حتى، قد إيه فرحان، قد إيه مستمتع. ياريت كلنا بنشتاق لكده، كلنا نفسنا نحب الرب إلهنا من كل قلبنا، كلنا وإحنا جايين الكنيسة ليه ونحب ربنا وبنيجي، بس مش محبة من كل القلب. التوبة تخلي الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه. ده الختان الجديد، ده العهد اللي احنا عايزين نحافظ عليه حي، عهد التوبة، عهد حياة جديدة. ما بقاش للختان القديم أي قيمة. الختان القديم كان زي ما قال معلمنا بولس الرسول بعد كده، الناموس كان مؤدبنا للمسيح، يعني بيجهزنا للمسيح، وكل الرموز دي تحققت في المسيح. فالسيد المسيح جه وأكمل الناموس، حتى هو اتختن دخل الهيكل والعذراء قدمت التطهيرات، كل ده كان في العهد القديم عشان المسيح يتمم الناموس اللي احنا عجزنا عن تتميمه، ويهبنا حياة جديدة بناموس ليس الحرف بل الروح. ناموس جديد، ناموس جديد في إيمان، في محبة، في خليقة جديدة. ثلاث آيات جميلة يقولهم القديس بولس الرسول أختم بيهم. أول آية منهم بتقول إيه؟ بتقول ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل حفظ وصايا الله. يمشي الإنسان بالإيمان مع ربنا ويحفظ الوصية. تاني آية يقول ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة اللي احنا مخلوقين بها على صورة المسيح، وعمل الروح القدس فينا اللي بيشكل فينا صورة المسيح، هو ده المهم. مش مهم الختان ولا الغرلة. الآيتين دول في كورنثوس الأولى اللي يروح يدور ويخطط عليهم. فليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل حفظ وصايا الله، وليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة، هو ده المهم، المخلوقة فينا في المعمودية. وتالت آية موجودة في غلاطية 5 بتقول كده برضو، ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالإيه؟ بالمحبة. إيمان مثمر، إيمان في ثمر حلو عامل بالمحبة. هو ده المطلوب من ولاد ربنا، إنهم يعيشوا حسب العهد الجديد اللي هم عاشوه. طيب وإذا كانت محبة ربنا مش عارفين يحسوها يبقى فيه خطي، لأن كثرة الإثم، لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، والخطية دايما تطفي المحبة وتعمل غلفة. سامحوني في التشبيه اللي هقوله، لو واحد قعد ما يستحماش لمدة سنتين جلده هيبقى شكله ايه؟ هينشف ويعمل ايه؟ طبقات. طبعا هيعمل طبقات من يعني مع العرق ومع التراب هيبتدي يعمل طبقات 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 طبقات، هينشف ويسود ويعمل طبقات كده. ساعات احنا في الحياة الروحية بنبقى عاملين كده، ده عايز بقى يستحمى كم مرة، مش من اول مرة وليكن، بس لازم يستحمى، لازم علشان المسام تتفتح عشان يحس. الجلد بعد ما ينشف كده بيبتدي مش بيحس. اللي عايز يحس بمحبة ربنا لازم يكون بينظف اول باول. ما انساش مره من مرات كان في مهمه معينه مكلف بيها مع بعض الاباء الكهنه، ومن ضمنهم كاهن شيخ كبير،
وسهرنا علشان نخلص اللي احنا بنعمله، سهرنا مدة طويلة بالليل وكان عندنا قداس تاني يوم، هو مش واخد باله وعلشان ما ينامش بيأكل أي حاجة قدامه بيأكلها. احنا يعني أنا كنت واخد بالي فمنتبه إن في قداس تاني يوم فما كنتش بأكل، بس هو فضل يأكل يلقط حاجات كده، كل ده عشان يقاوم النوم عشان نخلص لحد يمكن ساعة 3 الفجر ولا حاجة. فإحنا كسفنا نقول له يعني، وبعدين وإحنا في القداس خدني على جنب قال لي يا ابونا أنا ممكن تصلي لي التحليل، أنا نسيت كنت باكل امبارح وأنا مش دريان، ممكن تصلي لي أخطيت تصلي لي التحليل. شوف واحد بقى بيقعد يحاسب نفسه ومنتبه ان هو لازم يغتسل، وانا بقيت مكسوف صليت تحليل. فين كده الحساسية دي ان انا ما سيبش الخطية اول باول اول باول، علشان زي ما الآية الجميلة بتاعت موسى يختن الرب قلبك فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. الختان ده مفيد جدا ان هو يخلي الانسان يرجع لحساسيته الاولى ويبتدي يحب ربنا. في سفر ارميه كلام كتير عن ختان الاذن، انه كان بيكلم شعب اسرائيل يقول لهم ودنكم غلفاء مش عارفين تسمعوا ولا تميزوا صوت ربنا، لان الودن عليها غلفه غشاء كده مغلفه، ما غلفه يعني حاجه مغلفه، ودنكم غلفاء. طب ده سببه ايه؟ سببه ان حاجات اتراكمت وكلام ناس واحاديث مش مظبوطة وسماع ولخبطة ونفسي اسمع تاني كمان، فكل ده بيحط مزيد من الطبقات اللي بتغلف تخلي الانسان ما يسمعش صوت ربنا وتغلف القلب ما يحسش بحب ربنا. ربنا يدينا ان يكون هذا العيد عيد تجديد للتوبة، ونشيل الغلفة من على قلوبنا، نقول يا رب اختن قلوبنا واختن أذاننا يا رب، اختن فكرنا علشان نحس بيك ونسمع صوتك ونشوفك ونفرح بيك. يكون هذا العيد يا رب عيد يومي يومي في حياتنا، بنختسل باستمرار وانت يا رب نجيلك باستمرار تغسلنا وتجددنا، فنتمتع بحبك يا رب ونعرف نحبك من كل قلبنا ومن كل نفسنا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.